العديد من الدراسات الطبية أكدت أهمية الصوم في علاج العديد من الأمراض وعلى رأسها أمراض القلب لإسهامه في تقليل الكوليسترول الضار. الأطباء يقولون أنه يمكن لغالبية المرضى الصيام، لكن بعد تقييم حالتهم الصحية ومدى ملائمتها على الصيام من عدمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة ليس فنايد، أخصائية في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بكم، رمضان مبارك، وكنشكر القناة على الاستضافة ديالي. يمكن لغالبية مرضى القلب الصيام في الشهر الكريم إذا تم تقييم الحالة ديالهم ومدى ملائمتها للصيام. مريض القلب يمكن له الصيام إذا كانت حالته أول حاجة مستقرة. عدم الاستقرار هو مريض القلب، سواء كان عنده مشكل في الصمامة أو مثلا مشكل في تصلب الشرايين أو زيادة خفقان القلب، عدم انتظام في دقات القلب أو ارتفاع الضغط الشرياني. إذا كانت عندهم الحالة غير مستقرة، مثلا يحتاجون جرعات زائدة خلال النهار، مثل مثلا لديهم مثلا آلام في الصدر، استعمال بخاخ أو أدوية هي موسعات الشرايين أو مضادات ارتفاع الضغط الشرياني، أو مثلا عندهم زيادة في خفقان القلب. هادو مرضى يحتاجون لأدوية خلال النهار، إذا حالتهم غير مستقرة، هادو فئة لا يمكن لهم الصيام. الفئة الثانية هم مرضى يحتاجون مثلا إلى زيادة في الجرعات الدواء، إذا كانت مثلا هاد لي مالاد كياخذوا واحد الأدوية اللي كتنشف شوية، هما لي ديوريتيك أون فرونسي. هاد الأدوية يؤدون إلى الجفاف ويؤدون إلى مشاكل في الكلى إذا تم الصيام. إذا هاد الناس خصهم يكسروا الصيام ديالهم، ياخذوا الدواء ديالهم. الفئة الثالثة إذا جاء المريض مثلا أثناء الزيارة وقال أن لاحظ بأن الحالة ديالو الصحية تدهورت عام ولا العام اللي قبل ولا في السنة الماضية اللي قبل، هذا المريض هذا ما يمكنلوش يصوموا. وكذلك المرضى اللي ما يقدروش يصوموا هما المرضى الذين يعانون في هبوط حاد في المضخة القلب وقصور القلب، هادو ما يمكنش يصوموا. في غالب الأحيان كتكون الحالة ديالهم غير مستقرة إلا إذا استقرت بالدواء، ولكن المرضى اللي عندهم قصور حاد ما يمكنهمش يصوموا. بعض مرضى القلب خاصة المسنين الذين يعانون من ارتفاع الضغط الشرياني يمكن لهم أن يحسون مثلا لا يشعرون بدوار أثناء النهار. هذا السبب راجع إلى في أغلبية الأحيان اللي كنسميوها ليبوتونسيون أورتوستاتيك، هي واحد الحالة هي لاتونسيون كتهبط ملي الإنسان بيمر من حالة الجلوس إلى حالة الوقوف، كتسبب بالدوار أثناء النهار. وإذا كان هذا الدوار يعني مزعج بالنسبة لمريض القلب، يجب أن يستشير الطبيب ديالو. وكاين كذلك الدوار يقدر يشعر به مريض القلب اللي عنده تصلب في الشرايين، واخا تكون عنده الجلطة ماشي حديثة ومستقرة، خصو ضروري يزور الطبيب ديالو باش نقدو نعوضو الدواء والمقادير ضد الدواء ديالو. عند مرضى القلب كاين بعض مرضى القلب غالبية الأحيان مسنين كيعانيو من ارتفاع الضغط، كياخذوا أدوية ديالهم ولكن يقدروا يحسوا بدوار ناتج عن هبوط الضغط ديالهم اللي هو ليبوتونسيون أورتوستاتيك، ملي كيمروا من حالة الجلوس إلى حالة الوقوف. وطبعا الدوار كيجي أصلا أيضا عند الناس اللي عندهم هبوط في مضخة القلب ولا القصور في القلب ولو قليل،
قد يجيهم دوار لأنهم أصلا عندهم ضغط صغير، ما عندهمش ضغط كبير، ما يتحملوش عدم شرب الماء خلال النهار. المرضى اللي ما يقدوش يصوموا هو مرضى، يعني المرضى الجلطة الحديثة، والمرضى اللي عندهم جلطة غير حديثة ولكن غير مستقرة، المرضى القلب اللي يلاه داروا ولا خضعوا شي عملية جراحية، المرضى اللي عندهم تذبذب في الضغط ديالهم، يعني ارتفاع هبوط ما عندهمش حالة مستقرة، المرضى اللي عندهم زيادة في خفقان القلب اللي غير مستقرة، والمرضى اللي عندهم صمامات مشكل في صمامات القلب اللي غير مستقرة واللي كيحتاجوا دواء خلال النهار كله، متقسم على النهار كله وما يقدوش ياخذوه من الافطار للسحور لانه غير كافي. ودابا الحمد لله الادويه المتوفره هي ادويه اللي المفعول ديالها كيستمر لمده 24 ساعه ولا 12 ساعه، ماشي بحال شحال هذه كانت مده المفعول 6 ساعات و 8 ساعات، يستحيل المريض القلب يصبر هذه المده كامله باش ياخذ الدواء ديالو. اذا المرض القلب هو مريض عادي اذا كان حالته مستقره، بشرط انه ياخذ الدواء ديالو في الفطور او السحور بانتظام، وياخذ الاغذيه ديالو خصها تكون متوازنه وصحيه، ويشرب كميه كافيه من الماء، يقسمها على طول المده بين الافطار والسحور باش ما يتعبش المعده ديالو، باش ما يتعبش القلب ديالو في حال المرضى اللي عندهم زياده في خفقان القلب. والاقلاع طبعا مريض القلب لازم يقلع عن التدخين، ويمكن له يمارس رياضة مثلا رياضة المشي 30 دقيقة كل يوم بعد صلاة التراويح ولا بعد الإفطار، مهمة وصحية بالنسبة له، غتعاونو على الهضم وتعاونو على باش يهبط شوية الضغط ديالو ويبقى في حالة جيدة إن شاء الله. لا يوجد تأثير سلبي على مرضى القلب في شهر رمضان، خصوصا مرضى اللي عندهم مشكلة ارتفاع في الضغط، احيانا كيكون تذبذب في الضغط عند هاد المرضى لانما كيكون ناتج عن عدم التوازن في الاكل، عدم شرب الماء الكافي في هذه المدة الافطار بين الافطار والسحور، والاكل الغير الصحي، يعني نبتعدوا عن المقليات، النشويات، السكريات، نستبدلوها بالنسبه للسكريات السريعه نستبدلوها بالسكريات البطيئه، ياخذ التمر، يبتعد عن المنتوجات الحليب كامله الدسم نستبدلوها بقليله الدسم، نستبدلوا اللحوم الحمراء بالسمك، الخضروات، الفواكه والحبوب الكامله، نبتعدوا على الخبز الابيض. بالنسبة للإقلاع على التدخين هذه ضرورية، ويأخذ الدواء ديالو بانتظام، وفي أي حالة طارئة، حدوث أي حالة طارئة، يعني مثلا صداع قوي ولا نزيف من الأنف، ضيق في التنفس عن هذا المرضى اللي عندهم ارتفاع في الضغط، ضروري استشارة الطبيب. وإذا حسوا بهذه الأعراض في الصباح وخداو لا طونسيون ديالهم وخداوها طالعه، ضروري يكسروا الصيام، يعني ما يبقاوش صايمين. كريم كتكثر الحلويات والسكريات والشهيوات رمضان، الصفوف، الشباكيات، الصفر. بالنسبه للاكل خصها تكون يعني يحاول يوازن شرب الماء بطريقة متقطعة كافي، تكون كافي موزعة بين السحور، بين الإفطار والسحور. بالنسبة للأكل خصو يكون ناقص دسم،
الملح يعني، وخل المريض الذي لا يعاني من ارتفاع الضغط اللي يعاني غير من ارتفاع مثلا نبضات القلب ضروري يكون الملح ناقص في الاكل. وكذلك المرضى اللي عندهم مشكل في الصمامات، اذا الملح نقصوه، سواء نقدروا نقصوه من الخبز نهائيا ولا نقصوه غير من الماكله ديالنا. بالنسبه للحلويات يعني نبتعدوا على السكريات السريعه اللي كتحرق بسرعه واللي ما غتفيدناش، ما ماشي اون سورس دينيرجي بالنسبه لينا، ما تعطيناش الطاقه. ناخذوا الخبز الاسمر، البان كومبلي، الخبز الزراع يعجنوه في الدار، داكوغ، زبده بلديه، يحاولوا يبتعدوا على الاجبان، الجبن الحمار، الفخوماج، وكلهم مالحين وماشي ما عندهمش فوائد بحال الزبده. يبتعدوا على المقليات، يعني السمك المقلي يبتعدوا عليه نهائيا، يستبدلوه بالسمك المشوي. الخضروات والفواكه ياخذوه ماشي مشكل، ياخذوه باعتدال، يعني يدق شبكيه شويه داكشي باعتدال. العصير ماشي مشكل ياخذوه اذا كان طبيعي. الحبوب الكامله بحال الشوفان، ويبتعدوا على من الاحسن اللحوم الحمراء ويستبدلوها باللحوم البيضاء. وبالنسبه للحليب كما قلت، الحليب يكون ناقص دسم، والاقلاع طبعا عن التدخين، وممارسات الرياضه كما العاده، شنو ما تكونش بحده، ما تكونش الحده ديالها في حال الايامات العاديه، لان ما كنكونوش في صحه في الانفون. فوالا، دونك المشي اذا كان ممكن 30 دقيقه مورا الافطار ولا مورا التراويح ان شاء الله، باش يبقى بصحه جيده. وفي حدوث اي حاله طارئه يجب استشاره الطبيب.